وتعبوه تعبونا نحن معيه، يجوني في الليل يجوني في النهار يفركتوا وهزوا المرة هزوا السجين تاع بلاريج بلاريج الدول بنزرت بنزرت الدول تونس، من تونس ردوه للمهدي، من المهدي ردوه لقفص، من قفص ردوه لبنزرت، من بنزرت زادوا ردوه لكيف. نذكر مرة أنا عديت سجن في صفاقس، هذا في السجن في قفصة، من قفصة هبطوني للهوارب، ما عملوش دارنا اللي هم راهم هزوني للهوارب. بعد ستة أشهر يهبطوا دارنا القفصة. يهبطوا القفصة يقولوا لهم لا راهو في الهوارب. من قفصة ياخذوا علي للهوارب. يعني تقريبا من نصف الليل وهما معناها يمشيوا في السيارة حتى المثلثة حتى معناها المغربيكة معناها يرجعوا في الليل، معناها هما يمشيوا لأن هما كي ياخذوا القفصة ما يقولوش راهو مش موجود، لا استنى.